الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم في كبسولة جديدة غادي نتكلموا فيها على الأستاذ الفاضل والأديب القريب عاشق الفنون والتراث والخطاط عاشق مدينة مراكش، الأستاذ بن نجمة بوجمعة رحمة الله عليه، وهو إطار تربوي متميز ترك أثرا طيبا عند كل من رافقوه أو درسوا عنده. يشهد له بثقافة واسعة وأخلاق طيبة، وعرف عنه أنه رجل نكتة ودعابة. بن نجمة بوجمعة ابن درب المحاميد بالقصبة الموحدية، كان مقدما لأحدى البرامج الصباحية في إذاعة مراكش الجهوية سنوات الثمانينات. اشتغل أستاذ اللغة العربية بثانوية شاعر الحمراء في السبعينات، حيث كان مديرها آنذاك السيد المهدي اليزيدي رحمه الله، وشغل حارس عام بثانوية أبي العباس السبتي، ومن أحسن الحراس اللي خدموا المجال التربوي بهذه الثانوية، كما أسس مؤسستين خصوصيتين وهما الأوائل ونجوم المنال بمعية شركاء فاعلين، وشرف على تدبيرهم بحنكة ودراية عالية. وفاته المنية إثر إصابته بوباء كورونا يوم الخميس 24 شتنبر 2020. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين. أحبائي، حتى نتلقاو في كبسولة قادمة إن شاء الله تعالى، خالص المحبة والتقدير.